تعرف ليه أول كأس لبطولة اليورو كان اسمه هنري ديولوناي؟ تعال أقولك. ديولوناي هو اللي أسس فكرة البطولة وابنه هو اللي كملها. مكتوب على الكأس ثلاث جمل بالفرنسية، وهي كأس أوروبا وكأس ديولوناي واسم بطل أوروبا، ومعاهم رسمة طفل مشعوذ. قبل 2008 كان وزن الكأس 6 كيلو وطوله 18 سنتيمتر، وفي نسخة 2008 وزنه زاد ووصل 8 كيلو وطوله بقى 60 سنتيمتر، عشان تكون النسخة الجديدة أتقل وأطول من القديمة. وأسماء كل المنتخبات اللي كسبت اليورو اتحفرت على الكأس باللغة الإنجليزية، ودلوقتي في 10 أسماء منتخبات موجودة على الكأس، وهم ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان. الاتحاد السوفيتي كان أول منتخب كسب الكأس في 1960، وفي العادة المنتخب اللي بيتوج بالبطولة بيحتفظ بالكأس لغاية النسخة اللي بعدها. تفتكر مين بقى اللي هيحتفظ بنسخة 2024 لحد سنة 2028؟